كيف كان السلف مع القرآن؟ سلف السالحين جنّك ولا كونين على كلا هل تركوا حفظ القرآن؟ هجروا القرآن؟ كراني كريم أزبللي ميتركتت هل حفظ القرآن دون تدبر وعمل؟ لسه كراني كريم أزبللي بتدبرت مي ونزعندوش مي لا هذا ولا هذا. و انما بوندانش نعم وانما كان لديهم حفظ يومي من القران في كل يوم يحفظ القران سلف الصالحين جننك اولار الكريم الكريمه حفظا وفي كل يوم ينظر في تفسير هذه الايات ويتعلموا يرجبو أي ايات التفسيرليرين ده günlük olarak bakarlardı واستعينوا بالله العمل الله من yardım عمل amel yapmaya koyulurlardı اذن اولا لابد ان نصحح القراءه نصحح قراءه الايات قبل الحفظ Öncelikle bizim bu ayetleri okumayı ve bunları güzel bir ثم بعد هذا نبدا في الحفظ. Bundan ننظر في تفسير مختصر لهذه الآيات، لا ننظر المطولات في التفسير. uzun tefsirlerden kısa ثم نستعين بالله العمل. وبهذا نجمع بين العلم والعمل والحفظ.

Bundan sonra kısa sürelere, zımmi kısa sürelere önem gösteririz. Zelzere suresinden Nas suresine kadar güzelce işleriz.